المنتخب الوطني كله يجمع، كله يجمع، لأنه الحقيقة الاصطفاف خلف منتخب الوطن مسألة مهمة جدا. المرارة اللي كانت من فيتوريا واللي حصل ومنتخب مصر وتأخره وتأخر ترتيبه حتى في التصنيف الدولي اللي أعلن النهاردة بيأكد على أنه الحاسة الوطنية والحماسة الوطنية عند المدرب الوطني بتكسب. شفنا ده مع الكابتن الجوهري، شفنا ده مع الكابتن حسن شحاتة، وشفنا ده مع مدربين كبار. المدرب الوطني في الغالب مع المنتخبات بيبقى له تأثيره يا باشمهندس، خاصة في أول ما بيمسك الطفرة بتبان، زي جمال بالماضي في الجزائر، وزي الركراكي في المغرب. ممكن يحصل ترهل في العلاقات بين اللعيب والمدرب بعد شوية، لكن فكرة المدرب الوطني أنت تعلم أن أنا معاها 100%. مدرب المنتخبات أستاذ إبراهيم ده مش مدرب بياخد اللعيبة مرنها، ده بياخد يختار كويس ويدير كويس يدير المباراة كويس، ويعني بقدر الإمكان يحفز إدارة، جزء من الإدارة. إنما إعداد اللعيبة ده بيجيله اللعيبة، لأنه هو بيختار منتخب إزاي، هو بيختارهم الأفضل في العناصر كلها بالظبط، لكل المراكز. فهو مش مدرب يعني فكرة إن هو بيدرب ده كلام مش مظبوط، مش ممرن، لكنه بيدير فنيا. اللي عمل نموذج إن مدرب ممكن ياخد اللعيبة ويجهزها كان الكابتن الجوهري، وكان الظرف مختلف برضه، مش مختلف، ده كان على حساب الكره المصريه. طبعا اتوقف الدوري ومره بعديها عجبتهم الحكايه، فالكابتن فؤاد صيدي مع هاني يروح واخد اللعيبه الدوليين ويلعبك الاهلي، كلفت الاهلي بطوله الدوري، كان فارق 89 كان فارق، وراح يلعب ماتش ودي في الاردن وخد 9 لعيبه مش عارف ولا 10 لعيبه من النادي الاهلي، وقال لك و2 لعيبه او 3 من الزمالك، وقال لك يلعبوا الماتش الحاسم بدون الدوليين. يعني كان قرار عجيب جدا. الكابتن حسام ابراهيم مدربين لهم تجربه كبيره جدا، متنوعه جدا، من اول يوم وهم منطلقين يعني عاملين حاله، ما كسبوش بطولات كمدربين، لكن كسبوا نظرة جادة جدا واحترام على المستوى بتاع تقييم المدربين في مصر. يعني دايما كانوا ما تقول مدربين يقول لك كابتن حسام، ودايما معاه كابتن ابراهيم، لان هو يعني في ارتباط وثيق ان المدير الفني والمدير يعني المدير الفريق. نتمنى له الخير. ما هو يعني طول النهار يسألوه أسئلة متكررة، وهي وأنا ضد الأسئلة المعلبة. يعني إحنا ليه دايما بنروح مصدرين أحرج الأسئلة للمدربين؟ ما تسيب الراجل ونشوف أداءه، ونشوف عنده وقت يورينا هيعمل إيه، لكن لازم يجاوبك لو حصل كذا تعمل إيه، لو حصل كذا تعمل. ما فيش حاجة اسمها لو حصل كذا. طب إيه علاقتك بفلان؟ إيه علاقتك ده راجل مدرب منتخب مصر، اللي هيكسبه هيلعب بيه. لكن كان السؤال طبعا في اجواء المؤتمر كلها عن العلاقه المنتظره بين حسام حسن مع محمد صلاح، هو سؤال الساعه، قياسا على حاجات كتيره حصلت قبل كده، حتى انه رئيس اتحاد الكره نفسه كان مهتم بالكلام في الجزئيه دي. لازم يهتم، لان فكره بقى لسه انا بقول لك ايه المشكله، ان احنا بقينا معظم كلامنا في غزل للراي العام، في دغدغه للمشاعر، مفيش عمق قوي في فكره اشتغل باحترافيه ازاي. يعني الاحترافيه ان الاسئله دي ما تتسالش، الاحترافيه او اذا اتسالت ده فيها صبيب احترافيه الاعلام. يعني ما انا بقول لك، لا ما انا بقول لك كويس، نجم اعلامي كبير. قصدي اقول لك يا استاذ ابراهيم ما تشتغلش اعلامي مره واحده كده. لا صدق، اي يا سيدي، لا اذا اتسالت يبقى في تحفظ في الاجابات. ليه؟ لان هياخدوا، عارف اللي يقول لك من دقنه وفتله، كل كلمه هتتقال هيبقى وراها اسئله وتفسيرات ربما تقودنا الى مناطق ما كانش حد عايز يوصل لها. مساله بقى ان لازم نسمع كلام كبير. المدربين حتى الاجانب بقى حافظينها، اول ما يجي يسمعك الكلام الكبير الهكس بتاعك، اذا كان في نادي
جئت لأعرق نادي مش عارف ايه وطموحات ايه ومفيش مانع عطش في النادي المنافس اذا كان ده ياكل مع الناس يعني. طيب خلينا نشوف في المؤتمر نشوف كلمة الكابتن حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني في تقديمه اليوم للرأي العام. تحياتي للجميع وشرفني وجودي مع حضراتكم كإعلاميين ومجلس اتحاد كرة القدم. في الحقيقة طبعا شرف ما بعده شرف ان يكون في منظومة لإسعاد جماهير كبيرة زي الشعب المصري في وجودنا مع في قيادة المنتخب الوطني في ظروف مهمة جدا وفي وقت مهم جدا. وشرفني أكتر اللي كنت أتمناه في يوم من الأيام ان انا اكون مدير فني لمنتخب مصر، اني اكون بتكليف من الشعب المصري والقيادة السياسية اللي موجودة في مصر. كنت أتمنى في يوم من الأيام اني احصل على وجودي في تدريب منتخب مصر عن طريق التكليف المهم جدا من اهم عناصر الدولة وهي الشعب المصري والقيادة السياسية، وطبعا بإرادة اتحاد الكرة المصري الموجود حاليا، وطبعا كل تحياتي اليوم. انا مش هزود كتير كلام على كلام كابتن ابراهيم، ولكن منتخب مصر اللي انا شفته خارج مصر مع اساطير الكره الافريقيه وكل الادارات اللي موجوده في الاتحادات الافريقيه في خارج مصر كبيره جدا، منتخب مصر كبير جدا، الناس كلها بصلوا بصه احنا مش مستوعبينها. الناس اللي في الخارج بتنظر لمنتخب مصر نفسهم ان هم المنتخب الكبير اللي واخد 7 بطولات كاس امم ان هم يقربوا مننا. فبذلك انا ببدا بالكلام ده لان انا شفت قد ايه احنا كبار قوي في القاره الافريقيه، فالكبير محتاج ان هو يفضل طول عمره كبير بالمسانده الجماهيريه وشعبيه اللي احنا بنشوفها في الشارع المصري، ان بكل حب واخلاص ان احنا بيتمنوا ان احنا نكون موجودين مع المنتخب الوطني. ومعنى منتخب وطني او مدرب وطني انا بالنسبه لي كبير جدا، لان شعور غير عادي ان انت مع منظومة قومية وطنية بجهاز وطني في على أعلى مستوى لحب الناس اللي موجودة للمقابل اللي بنشوفه في الشارع. فأعتقد في دين كبير جدا في رقبتنا أنا كأولهم وجهازي إن إحنا نسعد الشعب المصري العظيم. ما فيش جدال إن الكرة المصرية المفروض تستفيد من حالة الترقب والشغف والانتظار الطويل للكابتن حسام وتوأمه إبراهيم أن يتولوا هذه المسؤولية، وجاءتهم في اللحظة اللي تقريبا فقدوا أو رموا الفوطة إن لا خلاص بقى يعني ما مال إمتى هتيجي. وبعدين أنا شايف إن تأخر الفرصة ربما جاء لمصلحتهم، يعني أنت جربت أجهزة قبليهم من اللي كانوا بيتنافسوا معاهم، يعني ترشيحات كابتن حسام البدر، كابتن ايهاب جلال، الكابتن جم، واصبح الدور او اللي قدامنا نجرب المدرسه دي بقى، الاسلوب ده بقى، الناس دي بقى، الشغف ده بقى. فاصبح النهارده الراي العام اللي كان من الممكن ينقسم، لا هو كل الراي العام دلوقتي معظم يعني ما فيش اجماع لحد، لكن معظمه مع هذا الجهاز. يعني طبعا احنا في كره قدم مفيش لازم هيبقى لك دايما راي يا استاذ ابراهيم في اي حاجه طبعا. فانا برضو يعني زيك زي غيري، البعض يتفق على الاجهزه المعاونه، مفيش خلاف على كابتن حسام ابراهيم. يعني التحفظ الوحيد ان هل الاجهزه المعاونه وتجربتها كلها محليه تنفع مع المهمه اللي جايه وهتساعدهم ولا لا، نتمنى، لأن أنا أؤمن أن ده حق أصيل للمدير الفني. فخلينا بقى نشوف التجربة دي، خلينا معاها، خلينا نأمل خيرا، وخصوصا أن فرصة تأهل مصر لكأس العالم كبيرة كبيرة جدا بالنظام كمان اللي محطوط. يعني هتبقى دفعة كمان جيدة جدا لجهاز وطني واعد أنه يحقق وياخد أحلام المصريين إلى كأس العالم في تجربة
نتمنى استمرارها لأبعد نقطة يعني. طيب احنا شايفين انه الأستاذ جمال علام والكابتن حسام وأيضا الكابتن إبراهيم رافعين 2026 كهدف مرصود للجهاز الفني التأهل ان شاء الله لكأس العالم 2026 في أمريكا وتقديم مستوى يليق بالكرة المصرية، لأنه التأهل في حد ذاته في ظل صعود 9 منتخبات في أفريقيا ونص، يعني في نص التذكرة هيتنافس عليها، فالفرصة قوية ومتاحة والنتائج السابقة مبشرة أو بتقود إلى إن شاء الله تعالى نقطة التأهل. الجانب الفني اتكلم عنه الكابتن حسام. قبل ما نروح بس لقطة الفانيلا 2026 دي بتوضح التكليف. يعني هم خلاص مش هتحاسبوا غير على الهدف ده. يعني عايزين لكنه لا يغفل ابدا في الطريق، عندك كاس الامم الافريقيه 2025 في المغرب. بس انت مديني الفانيلا بتقول لي بص يا استاذ ابراهيم، هي بالفانيلا؟ بالفانيلا دي رساله. ليه عاملها كده؟ ان انا خلاص دي اللي هتحاسب عليه، ده الهدف اللي كل المصريين بيلتفوا عليه. لا دي رسالة أستاذ إبراهيم، اللي يعمل حاجة على المستوى الإعلامي ودي مسؤولية اتحاد الكورة، هو قد أرسل ما هو تجاهل كأس الأمم مع فيتوريا حتى في عقده. ما هو بقى ما هو كانت عشان النتيجة إن فيتوريا يمشي عشان كأس الأمم. ما هو عشان كده فيتوريا بيقول لك إيه، هو أنا ما أنت قلت لي كأس العالم، فكرة إن أنا عايز أبقى كأس العالم يبقى حاسبني على كأس العالم، ما تشتتنيش بقى. لأن دي ليها إعداد ودي ليها إعداد. أنت ما تحاسبني على 26، يبقى عندي شجاعة وجرأة إن أنا أجدد في سن الفريق، أدفع بعناصر. هتوصل ل 26 من غير ما تمر على 25؟ لا هتمر عليها بقى إنها تجارب لإعداد المنتخب القادم. مختلف معاك أنا. أنت مختلف معايا؟ أنا مش مختلف معايا. أنا متفق معاك، بس أنت ما قلتليش كده. أنت وأنت بتكلفني أنا وأنت رفعنا فانيلا، ادي الهدف اللي انا جاي اشتغل عليه. طيب ما هو لو هي بالهدف ده، على فكره ده كان الهدف اللي اتفق مع فيتوريا عليه، ان احنا نتاهل لكاس العالم 2026، لكن كان على اتحاد الكوره في التعاقد مع حسام انه يبان ايه التارجت، ايه المستهدف ليك في كاس الامم الافريقيه 2025، لان كاس الامم بطوله بتغير مدربين وبتشقلب انظمه زي ما شفنا في البطوله الاخيره. احنا شيلنا فيتوريا عشان ما تأهلناش او ما نافسناش على كاس الامم. اصل الشغل ان دي هدف يبقى دي قمه. الشغل ان الهدف 2026 يبقى دي وسيله. يعني هو ده اللي بيقلقني، وانت بترسم خططك و لازم أن تكون واضح. الناس دي هتتكلم بقى، انت جاي تقول له ايه؟ جاي تديني ايه؟ فهو يجب تحت كل الاحوال، وانت عملت كده في كل الأحوال، مساندة هذا الجهاز لحد تحقيق هذا الهدف 2026. وده لا يغفل أبدا ضرورة العمل على المنافسة بقوة على الفوز بكأس الأمم 2025، كتبوها في العاد أو ما كتبوهاش، أعتقد ده طموح حقيقي ولازم أن يكون ما تبينش على خريطة اهتمامات الجهاز الفني. أنا ماليش دعوة، مش أنا ما قلتش حاجة. أنا بحلل صورة بتحمل رسالة، لكنه هي مش بالصورة، هي بالعقد. ايه العقد اللي كتبوه ده؟ مش واضح حتى الان ايه المستهدف، لانه حتى كلام الاستاذ جمال علام زي ما هتسمعوه مفيش حدود واضحة جدا لحجم التكليف اللي ممكن تقيس عليه مدى النجاح. انت شفت حاجة غير اللقطة دي؟ لا. يبقى احنا بنعلق على اللقطة دي، يطلعوا لنا بقى يقولوا لنا لا بس العقد بيقول حاجة تانية، هنقول يا ريتك ما عملت الفانيلا ب 2026. طيب نشوف رأي او كلام الكابتن ابراهيم حسن في المؤتمر. سعيد جدا انا والكابتن حسام والجهاز ان احنا نبقى موجودين مسؤولين عن منتخب مصر اللي هو البلد اللي احنا في قلبنا حاجه كبيره جدا وبنعشقها جدا انا وحسام. وعلى المستوى الرياضي الحمد لله مثلنا مصر في احسن تمثيل ومن قلبنا، وصلنا لاعلى بطولات وهي كانت بطوله كاس العالم. فدي يعني من ضمن النقط اللي ببدأ بيها، اللي احنا عايزين نبقى الناس كلها فكرها فاهمة ان انا وحسام عارفين يعني ايه قيمة مصر ومنتخب مصر. تيشيرت منتخب مصر حاجة كبيرة جدا جدا للي داخل مصر واللي خارج مصر، يعني لازم كل لعيب كل واحد موجود
بيمثل منتخب مصر لازم يبقى عارف مش جاي رحلة، مش جاي مشوار ويوم وعدي، فلازم المسؤولية اللي علينا ان احنا ننقل خبراتنا والروح اللي احنا كنا شغالين بيها واحنا في الملعب ان شاء الله تتنقل للمجموعة اللعيبة المحترمة اللي موجودة. فمسؤولية تولي مسؤولية منتخب مصر مسؤولية كبيرة جدا، واحنا انا وحسام عارفين حجمها، وان شاء الله قادرين بالمسؤوليه اللي موجوده على كتفنا. الناس الطيبه اللي احنا بنشوفهم في الشارع بعد ما تولينا المسؤوليه وسمعوا ان احنا موجودين، فدي حملتنا حمل كبير جدا. فان شاء الله بنوعد المنظومه كلها والجمهور المصري الشرف الكبير اللي احنا قلناه، ان شاء الله هنكون على قد المسؤوليه. فباذن الله الفتره الجايه اللي انا اتمناه ان كل الناس الجمهور المصري الشعب المصري يلتف حوالين منتخب مصر زي زمان، زي ما شفناه في سنه 90 و2006 و2008 و2010. فاتمنى الجمهور المصري يلتف حوالينا، اتمنى ان شاء الله المدرجات ما ينفعش مباراه منتخب مصر يبقى فيه العدد القليل جدا اللي احنا شفناه الفتره الاخيره. تجربة تحتاج المساندة والمؤازرة، وبإذن الله يلقاها ويكونوا برضو في النص زي ما أنت بتقول، نقدر حقولنا النتائج اللي الناس يعني مستنيها، برضو مش هنستنى 26 يعني. فنتمنى كل الخير، والكرة المصرية زي ما هم بيقولوا مكانها كبير جدا جدا، سواء على الخريطة الدولية أو الخريطة الإقليمية مؤكد يعني. اشتقنا بقى لحاجات حلوه كده، اجواء المنتخب. طبعا طبعا المنتخب يرجع لنا التفاؤل ويرجع لنا المكانه، واحنا مش اقل من كل الفرق اللي عملت تجارب سعيده من خلال مدربين وطنيين. بالعكس احنا يعني الكابتن الجوهري، وبعديه يعني بالمناسبه الكابتن حسام ابراهيم، راحوا حققوا نجاحات مع منتخب الاردن وحطوا بذره لتطوير الكره الاردنيه كانت ناجحه جدا. ربنا يوفق. طيب نشوف راي او كلام الاستاذ جمال علام رئيس اتحاد الكوره في مؤتمر تقديم حسام حسن مديرا فنيا للمنتخب. رئيس الاتحاد المصري او عضو الاتحاد المصري هو زي ما بنقول تاني، هو من نسيج الشعب المصري. يعني حته المسؤوليه دي بعيده خالص، لكن في الاخر انت عايز توصل لاقصى طموح عندك. مع الكابتن حسام حسن ان شاء الله هنوصل لامم افريقيا، وحنوصل ان شاء الله لكاس العالم، واحنا واثقين في الكابتن حسام حسن ان شاء الله في الفتره اللي جايه. احنا عايزين ايه من الكابتن حسام؟ احنا طلبنا كلنا من الكابتن حسام، عايزين ايه من الكابتن حسام؟ نسال نفسنا بس احنا عايزين ايه من الكابتن حسام؟ عايزين من الكابتن حسام ان هو يوصلنا امم افريقيا، وفي نفس الوقت هيوصلنا كاس العالم. طب هل احنا كابتن حسام قبل ما نقعد ولسه قبل ما يقول بسم الله الرحمن الرحيم نقول له انت هتمشي؟ لو انت ما حققتش البطوله؟ لا، احنا عايزين كابتن حسام يشتغل باريحيه في الفتره اللي جايه، ويبقى الاتحاد المصري كله داعم، وزي ما بقول الاعلام داعم والجماهير داعمه، عشان نحقق طموح الشعب المصري مع كابتن حسام. التعاقد بيقول ايه؟ كابتن حسام موجود، التعاقد معانا كابتن حسام موجود معانا لغايه 2026. الكلام ده يعني احنا بنقول عايزين دعم الاعلام، واحنا نتكلم دلوقتي نقول نمشيه ولا نقعده؟ هو ده مش عارف يعني نتكلم نقول ايه. خلينا ناخد النقطه الايجابيه، كابتن حسام حسن معانا لغايه 2026 ان شاء الله باذن الله يحقق طموح الشعب المصري في امم افريقيا وكاس العالم. هذه فيوتشر، انا من خلالها برضه انا بشكر الاستاذ وليد دعبس اللي كان عنده قبول وطني كبير جدا، ويمكن احنا توجهنا ليه بشكر. ونفسي برضه زي ما قال الكابتن حسام على مستوى كبير جدا تقدمه بشكر، لان هو وافق بعد ما عد الفرقه وكانوا خلاص بداوا التدريب. فانا بشكره وبقول له متشكرين جدا 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 على وطنيتك وقبولك ان الكابتن حسام حسن يكون على راس المنظومه في المنتخب المصري. وبقول له طبعا معلش انت اخترت بطل ثاني، لكن احنا كنا عايزين كابتن حسام حسن. يعني محاوله للاجابه على تساؤلي
لكن مش حاسمها قوي، لكن ربنا يوفق باذن الله. في كل الاحوال ما احنا هنقعد نسال الناس امتى يمشوا، في حاله ايه يمشوا، احنا جايبين ناس متوسمين انهم هيكملوا طبعا، ولازم لازم الدعم يكون، يعني الاسئله لازم تبقى في اتجاه حجم المسانده في الطلبات الفنيه يصل الى ايه. يعني لو جه قال لك زي الكابتن الجوهري، انا عشان اوصلك تاخد كاس الامم ثم كاس توصل كاس العالم وتنطلق، انا عايز دوري مجموعتين، لا انا عايز دوري من 14 نادي، لا اوقف لي الكوره، ما دي كلها ورده. يعني انا متاكد رحمه الله علي جوهري لما موجود كان هيطلب حاجه من الثلاثه دول. فانت عندك استعداد تساعد الناس دي الى اي مدى؟ دي الاسئله اللي كانت لازم تطرح، لان ما انت اذا ما اديتنيش تسهيلات استثنائيه ايه الجديد؟ ايه اللي ممكن يحصل غير توفيق وعدم توفيق وضربات بقى زي ما تيجي؟ انت لازم تحسسني ان طب المسابقات هتساعدني قد ايه؟ طب مسابقات الناشئين هتساعدني قد ايه؟ طب الانديه هتساعدني قد ايه؟ كل دي حاجات بتساعد المدرب الوطني في انه يحقق اهدافه من خلال تنظيم العمل الكروي الداخلي. ولا واحد سال هذا السؤال يا استاذ، عايزين الاسئله دي. والنبي يا ريت اعتبرني مواطن بسالك توصل سؤال، اتسال في حاجه زي الدوري والوضع اللي جاي. وكابتن ابراهيم حسن قال ان انا عندي اجتماع مع النائب احمد دياب بعد المؤتمر علشان نتفق على خريطه الدوري في الفتره الجايه. طيب اذا هو عنده رؤية. يعني حتى النقطه دي اتسالت. اقصد اقول لك ايه، ما يعني دي اسئله مشروعه لاي واحد مهتم بجد بتطوير المنتخب المصري. فهي تعالى نجري فيها ونتابع فيها ونشوف توصل لايه. انتم مستعدين تسندوا الجهاز ده الى اي مدى؟ هل بعدم اقالته في حاله الاخفاق فقط، ولا في تلبيه طلبات فنيه وتنظيميه لو احتاج؟ وهي هي ولاي مدى؟ طيب ده كلام مهم جدا، وضروره الاصطفاف خلف الجهاز الوطني للمنتخب الوطني. لكن هذا الاصطفاف اللي تدعمه واللي تاكده واللي تسنده الشفافيه. عشان كده الناس اللي سالت الاستاذ جمال علام هو ضاق صدره فجاه بحته، انتوا بتسالوني واحنا بنقدم الجهاز تقولوا لي امتى يمشي؟ لا، هو حد من الزملاء سال تفاصيل العقد، ايه التارجت المستهدف او ايه الهدف للجهاز الفني اللي عنده هتقيمه؟ انت النهارده لما مشيت روي فيتوريا قيمته على ما لم يرد فيه نص في العقد. حازم امام وهو بيعمل العقد ما حطش اي حاجه تخص كاس الامم، ومؤكد ان دي كانت رؤيه مجلس اداره الاتحاد مش راي حازم الشخصي. لا طبعا هو مش هيعمل حاجه بقى. فبالتالي هو انتوا بتزعلوا من الاحترافيه ليه؟ ما هي الاحترافيه واضحه جدا، انا الجهاز لازم الكل يسنده، لازم الكل يساعده، لازم يقدم له اقصى حاجه يهيئ له افضل جو، لكن الاتحاد يقول انا كاتحاد بستهدف ايه في المرحله الجايه؟ علشان بس. يا استاذ ابراهيم برضه ما فيش شفافيه، ولم تعلن بنود التعاقد والاهداف من التعاقد مع فيتوريا غير ان كلمه عامه راجل الا لما وقعت الراس. لا يا استاذ ابراهيم عشان يعني غير كلمه عامه، راجل جايب مشروع ما حدش قال لنا هو المشروع. يعني كان لازم لو احنا اهتمينا بان احنا نلح وناخد اجابات مبكره عن هذا المشروع وعن حجم الـ 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 التكليف اللي واخده فيتوريا، يمكن كنا نبهنا واتغير العقد والراجل اشتغل بطريقه مختلفه. الله اعلم يعني اذا كان عنده حاجه يعني. انما كده الدنيا ماشيه مطرح ما ترسي دق لها. يعني هو الراجل ده لو حط ضربه جزاء زي ما بيقول لك في ماتش اللي كنا هنعدي بيه بضربه الجزاء كان ممكن جدا يفضل قاعد لحد دلوقتي. ضربه جزاء. طيب كان من النقط المهمه او اللي اثيرت مساله